السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسيرنا اليوم عن رؤية الغسالة في المنام. أولا، رمز الغسالة في المنام ترمز إلى التطهر من الذنوب والخطايا والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. تفسير حلم الغسالة تحترق مرور الحالم ببعض الأزمات الصعبة لكنها سوف تزول بكل تأكيد. تفسير حلم الغسالة البيضاء هي مجموعة من الأخبار الحسنة التي سوف يسمعها الرائي في قابل الأيام. تفسير حلم رؤية الغسالة في المنام غسل الملابس في الغسالة في المنام هي علامة على قرب الزواج سواء للرجل أو للمرأة. رؤية الغسالة وهي تعمل في المنام يدل على السفر القريب الذي سوف يقوم به الرائي. قد يدل الغسالة في المنام على تحولات جميلة في حياة الرائي سوف تخلصه من كافة الهموم السابقة. تفسير حلم رؤية الغسالة في المنام للعزباء. الغسالة في المنام للعزباء معناها سماع أخبار حسنة في تلك الفترة في حياتها وستكون سعيدة بتلك الأخبار. رؤية الفتاة العزباء للملابس النظيفة تخرج من الغسالة في المنام دليل على أن هذه الفتاة تتمتع بصيرة طيبة وحسن سمعتها وأخلاقها الرفيعة. رؤية الملابس المتسخة تغسل في الغسالة في المنام هي إشارة إلى أنها سوف تتخلص من الكثير من المشكلات والهموم في حياتها القادمة. تفسير حلم رؤية الغسالة في المنام للمتزوجة. رؤية المتزوجة لنفسها تنشر الغسيل بعد أن أخرجته من الغسالة في المنام دليل على أنها سوف تمر بتحويلات إيجابية كثيرة في حياتها. الزوجة التي تغسل الملابس لزوجها في المنام إشارة لأنه سوف يحصل على فرصة وظيفة ممتازة في القريب العاجل. ورؤية المتزوجة لمسحوق الغسيل في المنام بشارة بأنها تقبل توبتها وأنها سوف تحصل على فرصة لتكفير عن ذنوبها. تفسير حلم رؤية الغسالة في المنام للحامل. رؤية الغسيل يخرج من الغسالة نظيفة في المنام بشارة لها بأنها سوف تلد طفلها في سلام وأمان ويسر وسهولة. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.